ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع 34 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة. الخالد أكد عقب وصوله العاصمة القطرية أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، وذلك بالنظر إلى المستجدات والتطورات الأمنية المتلاحقة في المنطقة، حيث باتت تهدد أمن وشعوب المنطقة ومصالحها العليا، وتشكل خطرا حقيقيا على المنجزات الحضارية والاقتصادية والثقافية للمنطقة. في ظل التطورات الأمنية المتسارعة بالمنطقة، انعقد بالدوحة الاجتماع 34 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح. إن التحديات الجسيمة التي تواجه دولنا تتطلب الكثير من اليقظة والمتابعة والعمل الأمني المتواصل من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية بدول المجلس، أو من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية للدول الحليفة والصديقة، أو مع المنظمات الدولية المتخصصة لحماية أمن دول المجلس والحفاظ على استقرارها وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية. ناقش الاجتماع العديد من القضايا الأمنية الخليجية واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة، ومن بينها المواضيع المتعلقة بالأمن الإقليمي. فإن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية، لذا يتعين أن تتم مواجهة هذه الظاهرة فكرا وعقيدة بكل ما تحمله من الكلمات من معاني وجوانب، لإبعاد هذه المواجهة من خلال مواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه، لنتمكن من تحصين شعوبنا وبخاصة الشباب من الأفكار الضالة والخاطئة التي تبثها الجماعات الإرهابية باسم الإسلام. وقد كان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح قد وصل إلى دولة قطر الشقيقة على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الاجتماع. الأمن والاستقرار ضرورة أساسية لحماية المكتسبات والإنجازات التنموية، هذا ما يدركه يقينا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مسعود عبد الهادي، تلفزيون دولة الكويت، الدوحة.